لو لسه بتسأل عن أحسن شهادة تستثمر فيها فلوسك وتحافظ عليها قبل أي تعويم جديد، يبقى اسمع الفيديو ده للآخر وأنا هقولك على كام شهادة هيكسبوك ذهب. إيه بقى تفاصيل الشهادات دي؟ مين البنوك اللي بتقدمها ومكسبها قد إيه؟ هنعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. دلوقتي مفيش حد في مصر قاعد ومش بيفكر ازاي يستثمر فلوسه، وحاليا ملايين من المواطنين حطوا فلوسهم في شهادات ادخار، لكن على جانب تاني ملايين من الناس لسه لحد دلوقتي بتسأل عن اعلى شهادة ادخار موجودة في السوق يقدروا يحطوا فيها فلوسهم ويكسبوا وهم مطمئنين. لكن انا بقى هقولك على احسن شهادات في السوق دلوقتي، اولهم شهادة البنك الثلاثية بعائد شهري متغير طول مدة الشهادة، ودي بتحسب العائد من الشهر الثاني لشراء الشهادة. الشهادة دي ممكن تشتريها بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، أما العائد فبيكون في السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%. البنك كمان بيطرح نفس الشهادة بنفس المدة والسعر، لكن بعائد ثابت طول مدة الشهادة 19%. مش بس كده، ده طرح أرخص شهادة في مصر لأن تمنها 500 جنيه بس، يعني ممكن لأي مواطن بسيط يستثمر فيها فلوسه، ودي اسمها شهادة أمان المصريين. لكن خلي بالك، انت مش هتقدر تستثمر فيها غير 2500 جنيه بس كحد أقصى، ومدة الشهادة دي بتكون 3 سنين بعائد 13%. وعلى فكرة انت مش هتقدر تقترض بضمان الشهادة أو يتم إصدار بطاقة ائتمان بضمانها. انت لازم تعرف كمان ان الشهادة دي مش زي أي شهادة ما نقدرش نكسرها غير بعد 6 شهور، لأ، هنا انت ممكن تسترد الشهادة دي في اي وقت انت عاوزه او في نهاية المدة، ومعاها طبعا العوائد بتاعتها. احسن بقى ميزة في الشهادة دي انها بتمنحك وثيقة تأمين على الحياة من سن 18 سنة لحد 59 سنة ومن غير اي كشف طبي، وبتسدد فيها قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة. دي بقى بتتصرف لك في حالة الوفاة الطبيعية 50,000 جنيه، والوفاة بحادث 250,000 جنيه، بس الوثيقة بتتقسط لما تكمل سن 60 أو إنك تسترد الشهادة. عندك كمان شهادة ابن مصر المعروفة باسم شهادة القمة، دي بقى متاحة للأفراد بس، مدة الاستثمار فيها بيكون 3 سنين وتقدر تشتريها ب 1000 جنيه. أما العائد فهو في السنة الأولى بيكون 22%، في السنة الثانية 18%، أما في السنة الثالثة بيوصل ل 16%، لأنك ممكن برضو تاخد عائد ثابت طول فترة الشهادة بشكل شهري، لكن هتكون نسبته 19%. الشهادة دي ممكن تستردها في أي وقت، لكن بعد 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة. كمان ممكن تقترض بضمانها، ودي أحسن ميزة فيها. في كمان شهادة البريمو، دي من بنك القاهرة، بعائد متغير 19%، مدة الاستثمار فيها 3 سنين، وبيتم الاستثمار فيها بالعملة المحلية، وبيصرف شهريا. دي بقى ممكن تشتريها بحد أدنى 10,000 جنيه، وبيتم احتساب العائد حسب رصيد الشهادة، يعني بيتحسب 15% للشهادات اللي بقيمة 10,000 جنيه، وبيوصل 16% للشهادات الادخارية بقيمة 100,000 جنيه، و 17% للشهادات بقيمة 1,000,000 جنيه. دلوقتي بقى قولنا ايه احسن شهادة ممكن تستثمر فيها فلوسك؟ في